احنا هنا زي ما احنا شايفين الفانكشن هنا عمل لها نيم، وبعد كده اخذ لها بارامتر، والداتا تايب دي بتاعت الفاليو اللي هترجع، وفي النص هنا كتب الكود. زي ما احنا شايفين في الاكزامبل عندنا عرف 2 variables، واحد اسمه first والتاني اسمه second، و return value عرفها as a single، وبعد كده قال ان total هيساوي first زائد second، وعمل return total اللي هو رجع لي قيمة المجموع. وهنا لما جه يستدعيها جوه الكلاس استدعاها باسمها، احنا مسمينها sum، فهنا استدعاها sum وادها two variables اللي هيحملوا البيانات اللي مدخلها اليوزر في العدد الاول والعدد التاني. ودي الاسئلة على الشابتر، ياريت نحلها ونشوف اذا كان وصلنا الايم بتاع الشابتر او لا. الشابتر الاخير عندنا شابتر 4 سايبر بولينج. عندنا الديفينيشن بتاع السايبر بولينج، it is a deliberated aggressive behavior from one person to another through electronic modes of communication. يعني ده اسلوب عدائي بيستعمله المتعدي على احد الاشخاص من خلال الوسائل الالكترونية. طيب الفورمز بتاعته او اشكال السايبر بولينج عندنا الانونيميتي والهراسمنت، السايبر ستوكينج، والفليمينج، والاوتينج، والاكسكلوجن، والسايبر ثريتس. كل واحد منهم ليه تعريف. هنقرا الاول التعريف بتاع الانونيميتي. it is the use of pseudonyms aliases، يعني الاستخدام لشكل خفي او ان هو بيخفي او اسم مستعار عشان يخفي، to hide الاجريسور identity for impunity، يعني بيخفي هويته الشخصية علشان يفلت من العقاب. ال harassment it is aggressive message directed against one or more person، يعني رسائل عدائية موجهة لشخص أو أكتر. cyber stalking it is a form of electronic harassment where the aggressor frequently traces and chases a particular person in all electronic media، يعني بيعمل تعقب او ملاحقة لشخص في كل الوسائل الالكترونية شخص معين. الفليمينج it is a publication of hostile and vulgar words against one or more through a media of and electronic communication. electronic communication دي الوسائل الالكترونية كلها بيعمل فيها نشر الكلام سيء عن شخص معين. هنا الـ outing it is a dissemination of information about a specific person or more abusively، يعني بيعمل بعدائية استبعاد لشخص معين من ضمن الأشخاص اللي موجودة عندنا على الإنترنت. الـ exclusion it is to ignore one or more persons through the electronic media. بعد كده السايبر ثريتس it is an email